السلام عليكم اخوتي، صباح عليكم، كلشي بخير. عرفت راسي زبلت بزاف معكم مؤخرا حيت ما حطيت لكم اوكين فيديو في هاد لي 3 ديرنيير سيمين وخليتكم بلاش، وكنعتذر لكم مره اخرى، ولكن كانوا عندي بليزيور زومبيشمون لا عائليين لا يعني دوغدغ بروفيسيونيل اللي منعوني باش نكون ريغولي في ما فريكونس دو بوستين كيما كنت وعدتكم. ولكن بور مو فيغ باردوني انا رجعت لكم بهاد لا فيديو هادي ديال لي جو اس ان كا اللي ماركاو الصغر ديالنا والطفوله ديالنا حنا كجوار مغاربه، واللي برانسيبالمون لعبنا فيهم في لي سال داركاد. ولكن قبل ما ندخل معكم في صلب الموضوع وندوي على هادشي اللي قلت لكم ديال اس ان كي، بغيت ندوي رابيدمون بريفمون على بليزيوغ زيفينمون اللي دازو لا في المغرب لا برا مؤخرا، فيو كو ما بارطاجيت معكم يعني حتى شي فيديو بخصوص هذا الشيء هذا، وربي اعلم بان دازوا بزاف ديال لي زيفينمون، ولكن غنحاول ندوي لكم دغيا غابيدمون على هذا الشيء. نبداو بالايفنت الاولاني اللي هو واحد التورنوا اللي كنت تعرضت ليه انا من طرف لاسوسيسيون ميسا، اللي اقترحوا عليا ندير لو كومونتير ولا بلوتو نكون كو كومونتاتور مع الاخ والصديق ديالي مهدي في هذا الايفنمون هذا. دايوغ راك شفتوا كيلكو فوتو اللي كنا لحنا في لاباج كارت ميموار ودازت واعره بزاف. دايوغ جو تيان الي سالوي من هذا المنبر هذا لاسوسيسيون ميسا، معلمين يفون دو تري 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 بون بولو، وغادي يديو الجو فيديو يعني كما كيقولوا البر الامان ان شاء الله من هنا للقدام. ثاني ايفينمون اللي هو حدث تاريخي في المغرب، اللي هادي سي زعما سي بروميير، ما عمر المغرب ما صادف ان ايديتور دو لا ترومب ديال SNK اللي غادي يديروا ان تورنوا ولا بلوتو اون ايتاب كاليفيكاتيف لو غران تورنوا ديالهم اللي كيدار في الجابون اللي كيبورتي لو نون ديال SNK World Championship اللي فيه لي دو جو فار ديالهم، لي دو تيتر ديال زعما دي مومون ديالهم اللي هما ساموراي شو داون و كوف 14. دونك الدراري اللي تيقصروا داك الشيء راه هادي سي اون اوبورتونيتي ان نو با راتي، سي ان تروك اللي كيطرا مره في كل جو ديغي 10 سنين ولا في المغرب بلوتو راه كل شي 40 عام ولا 50 عام. دونك يعني غوي فو فيغ هاد ليفينمون هذا. اخر حدث اللي غنهضر عليه هو الجيم اووردز. لي جيم اووردز يلاه دازو دابا واحد دو جور، اللي شافوا التتويج ديال سيكيرو كغوتي جيم اوف ذا يير، وهذا الصراحه خبر اللي فرحني بزاف. داها لو جو ديال ميازاكي و فوالا، يعني حتى لا كريتيك جو ديغي فيديو لوديك كاع لي جورناليست كلشي كيقول بان ديت ستراندين، حتى لو كون بوبليك كنقول ديت ستراندين هو اللي غادي يدي لو جو، ولكن فينالمون داها سيكيرو اللي بور موا هو يعني اللي كيستحق في هذوك خمسه لي جو. سيغت سو ني با لو ميور جو دو تو لي طون، ولكن يعني فيو لو نيفو دو كومبيتيسيون اللي كان هذا العام هذا في 2019 افيك كيلكو بون جو، ما كانوش بزاف ديال لي جو اللي مزيانين تاع سيكيرو، وانا الصراحه فرحت بزاف. تنقول لكم علاش ما بغيتش ديت ستراندين يديها من بعد. وندوزو دابا للمعقول وندوي لكم على لي جو اس ان كي اللي ماركاو لونفونس ديالنا دو جوار، يعني كاطفال مغاربه اللي دوزو الحياه ديالهم في البيارات في لي زاركاد، حيت لي جو اس ان كي اللي غندوي لكم عليهم دابا مين اللي شفناهم، يعني برينسيبالمون شفناهم في لي سال داركاد، دوزناهم في دي بورن في الزنقه مع الموسيقى ديال الراي وداك الشيء اللي عارفين الدخان اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك على بركه الله الجو الاولى اللي غندوي لكم عليه هو بريزنرز اوف وور. هذا الجو هذا اللي كان خرج شحال هذا واللي كان فريمون تري كلان كيف سون جيم بلاي. اللي علاش؟ باسكو ديك الساعه كان اون افي با دو باز اي دو ريفيرونس سورتو في تو سكي بيت ديمول، يعني سكرولين هوريزونتال. في ديك الوقت كان كنا بلوس في ليكسبيريمونتال، وكان هاد لو جو هذا كان هو بارمي لي بروميي جو اللي كانوا في لي بورن اركاد في يعني في المغرب. وصراحه كنت لعبته انا لا بروميير فوا في ياسمينا في كازا بلونكا كونت جيتي جون، وقت ما فين قصرت فيه اول مره وكان كيجيني صعيب. ودايوغ لو جو راه صعيب حتى دابا، راه صعيب حيت قلت لكم ما كانش عندنا اون ريفيرونس يعني اون لا ماتيير. ثاني جو في هاد لا ليست هادي اللي تاهويا غار سون يعني لي جون اللي غادي يكونوا لعبوا فيه الا كانوا فريمون شارفين في حالي انايا، اللي هو بريستوريك ايل. بريستوريك ايل اللي كان في لي بريزون في لي سال داركاد في لو ديبي ديال لي زاني 90، هو كان واحد لو جو دو شوت اللي كنتي كتلعب فيه بواحد الطياره وكنتي كتلعب ضد دي ديناصور، وكانت فيه هذيك واحد لا بارتيكولاريتي بان كانت عندك اون اوبسيون اللي كنتي كدير بها اون روتاسيون ا 360 على الطياره ديالك بواحد البوطونه. كان فريمون ان جو زوين بزاف. جو واحد اخر ديال اس ان كي اللي ماركا لي اسبري في لي سال لي بون داركاد في لي زاني 90 اللي هو انا 1975. هذا لو جو هذا اللي كان انسبيري بزاف من كابال اللي لونسا هاد لو جونغ دو جو، اللي هو كان واحد لو جونغ هيبريد اونتر شوتر يعني في اكرون فيكس سميتو، اون ميم طون tu avais ton petit bonhomme لتحت اللي كتحركو اي بهذاك لو ستيك اي كتلوكيه بالبوطونه. المهم واحد الحماق واحد لو جونغ اللي ا ديسباري دابا. جو اللي غندوي لكم عليه دابا هو واحد لو جو اللي سيغتينمون غتكونوا كروازيتوه يا اما في لي سال داركاد يعني في لي بورن بالنسبه للناس اللي شارفين واللي لعبوا في الايام ديال الاركاد، ولا
pour je dirais les jeunes joueurs les radicaux nous l'avons fait à coup sûr sur émulateur les ou Metal Slug les ou la référence ultime pour yani les gens les qui veulent faire du jeu vidéo le genre les run and gun ou yani quand on a l'humour noir sarcastique les can qui طبعا هذه اللعبه هذه ديال اس ان كي افيك هذاك ماركو افيك لي انيماسيون مستروعين والبيكسل ارت ايتترا ايتترا جو اخر عاوتاني اللي ماركا لي اسبري ديالنا حنا كلعابه ديال فيرسوس فايتين واللي فورما اون جينيراسيون دو جوور اللي حاولوا يفهموا شنو هو الفيرسوس فايتين وماشي غير يمشيو يتعلموا دي كومبو زعما هنا وهنا وهنا ويمشيو اكزيكوتيهم في لي سال داركاد ساموراي شو داون اللي ورانا بان لو جو فيديو ماشي هو يا تبقى دير دي زونشينمون انفيني ولكن هو تقرا اللعب وتكون صبارو اللي علمنا فريمون شنو هو البانيش والويف بانيش وسورتو كانت في ديك لومبيونس ساموراي يعني جابانيزيا افيك هذوك فهمتي ديك ليكريتور كاليغرافيك ديك لونكر يعني فحال واحد لونكر نوار كان واعر كان كيرابلينا دوك لي فيلم نيت ديال لي زاني 90 اللي كانوا فيهم لي ساموراي وداكشي كان ان جو واعر بزاف واللي كنقولها ونعاودها فورما اون جينيراسيون دو جوور ديال فيرسوس فايتين لعبه اخرى اللي غنقول لكم دابا اللي هي كان عندها موان دو سوكسي جو ديغي في لي سال داركاد كو هادشي اللي سيتيت لكم دابا لا ميتال سلوغ لا ساموراي شوداون اللي هي شاك تروبرز اللي كانوا فيه دو اوبوس ولكن يعني بالراي ديال المتواضع كيجيني الان هو le zama le meilleur qui j'ai ou le meilleur bah la nervosité li kan fi dak le système de lock ديال الشوت وداك الشيء c'était un shooter top down li kan هو نقولوا حنا لو ديناريتي ديال ايكاري واريورز نيت لي هو ديال اس ان كي لي هو شاك تروبرز لي دوزنا فيه وقيته مزيانه بزاف لي سال داركاد جو واعر بزاف كانت فيه داك اللعيبه ديال لي روت على حساب لا ديفيكولتي شنو بغيتي تهز لينا روت باش تبدا وكانت فيه ديك اللعبه ديال يا اما سوا تلعب سولو ولا تلعب بون تيم وقال دو دو جوور كان جو واعر سيتي ان شوتر توب داون مخير بزاف افيك دوك لي سبريت مصروعين في الانيماسيون كما كنعرفوا سي كراسي لي ميتر ديال في ديك الوقت كانوا لي ميتر ديال نقولوا حنايا سبريت والانيماسيون اون بيكسل ارت واحد اخر اللي ربى الناس ديال فيرسوس فايتين واخا كانوا فيه دي ريغل ويعني دي ريغل ديالو هو اللي ما كانوا كيشبهوا حتى شي جو واحد اخر زعما حتى شي جو د باستون واحد اخر ولكن خاصك تحط راسك في لو كونتكست تاع ليبوك سيتي ان تروك فريمون تري اكسبيريمونطال ويعني كان هو اللي امورسا بزاف ديال لي زوب تيتغ اللي جاو من بعد اللي هو ارتو فايتين بروميير دو نون اللي كان فيه ريو كتلعب كان فيه غير ريو وروبرت كنتي كتلعب فيهم بجوج كان في لاركاد افيك هذيك لا سيليبر انتروداكسيون وكان ان جو اللي كان عنده لي باز ديالو بوحدو ديال اللعبه وكما قلت لكم كنا كنابيزيو هذيك اللعبه ديال لينسي بوتا الان فيني كضرب وترجع ضرب وترجع ضرب وترجع باش تسالي الجو ولكن واخا هكاك لو جو كان صعيب شويه باش تساليه اللي كندوي على الاولاني يمكنش ندوي على ارتو فايتين وما نجبدوش فاتال فيوري اللي باراليلمون لو جو اللي كان فيه روبرتو ريو كان كي بروبوزي ليك دي سبيسيفيسيتي كي لوي ايتي بروبر فحال لو فيت دو شانجي دو بلان يعني كتمشي من لو بروميير بلان لو باك جراوند زعما لاغيير بلان ان سول بوتون دايور هاد الفيتشر هادي ما كنتش كنحملها في لي فاتال فيوري داكشي علاش كنت كنعزيز عليا ندير كزي اللعب في ديك الساعه في ارتو فايتين ولكن صراحة لو جو فاتال فيوري كان فيه دي بيرسوناج تري كاريزماتيك لي دايور يفون ترانزيتي فيغ لو لا فرانشيز فار لي غتولي من بعد ديال اس ان كي اللي هي كينغ اوف فايترز اللي هي غندوي عليكم عليها دابا كينغ اوف فايترز هي كينغ اوف فايترز هذا هو اللي يعني ميتا اون افون لا فيرم جابونيز بواحد الطريقة كبيرة بزاف كينغ اوف فايترز 94 وكان هو لو بروميير اوبوس هو اللي كان فريمون بولفيرسا لي كود ديال فيرسوس فايتين سورتو بهذاك البلان ديال كتعزل 3 جوور اوليو دو ان سول جوور هاد اللعبة هادي اللي كانت يعني واحد الحاجة اللي دهشراتنا حنا في وقتنا حنا في سال داركاد كنتي كتعزل 3 جوور وسورتو دوك لي سبرايت اللي كانوا مصروعين بزاف افيك دوك لي سون اللي كانوا يدير لي كو لي سباركس بزاف اللعيبات وعاد تو افي ان جيم بلاي اللي كان محكوم بزاف بوغ ان جو دو باستون كانوا لي ريغل ديالو لي كود ديالو باينين ومتراسين هاد لو شو هذا فريمون انسكريفا يعني نقولوا في لا كولتور يعني فيديو لوديك ماروكان اون ايتون بتيتر لان دي جو لي بلو زعما امبليماتيك ديال توت اون جينيراسيون اللي كانت ديك الساعه في التسعينات اللي كانت كتلعب لي جو دو باستون جو واحد اخر اللي غادي نحاول نبوكلي به لا بوكل بالنسبه لي جو ديال فيرسوس فايتين اللي برودوي ورياليزي بار اس ان كي باردون اللي هو لاست بليد ولاست بليد 2 هادو هاد لي دو شي دوفر هاد لي دو جو ديري بير لو فيديو لوديك في فيرسوس فايتين اللي دازو دوزو وقتهم تما في لي سال داركاد لعب في الان والدو ديالو في دي سال داركاد في البرنوسي شحال في الحي المحمدي كانوا دي جو واعرين بزاف افيك واحد الخدمه ديال سبرايتار داكشي بدي كولور شويه هابطين دي كولور باستيل وداك لي دو بيرسوناج كاريزماتيك كايدي
و الاخر نسيت على سميتو. المهم و اون افي ميم هذاك اللي كانوا كيلعب به كلشي هو داك اللي واقيلا اللي كان عنده واحد اللعبه برجل اللي كان كيقول بها نينتاندو هي اللي كتشدو بها السون بدرهم حتى كنحدو. اخر جو اللي غادي نختم به هاد لا ليست هادي ديال ديال لي جو اس ان كي اللي هو واحد اللعبه اللي ماركات فريمون لي اسبري في التسعينات واللي بيزارمون ان جو دو فوت جو ديال كره القدم اللي هو سوبر سايد كيكس لا سيري ديال لي سوبر سايد كيكس اللي كان فيها الاول والثاني والثالث اللي هو نيكست جلوري والاخر الالتيميت 11 الى باقي نقرا الالتيميت 11. هاد لا ساغا وهاد لا سيري ديال لي جو دو فوت اللي كانوا تري اركيدي ديال اس ان كي كانوا بليزون ا بروندر اون مان وكانوا تري تري جويسيف سورتو فاش كنا فهمتيني داك باقي نقرا الالتيميت 11 اللي كنا كنقصروا فيه كنقصرت فيه فرش نهار اللي كانت عندك لا بوسيبيليتي دو شارجي توت اون باغ الفوق وباش كتباكيها باش كتغارونتي سي كو البالون كيمشي للشبكه افيك دوك لي زانيماسيون ديال الرباح ديال الكوال ديال اللعابه. وهادي سيتي ان جو فريمون او بيتي زونيون كان ان جو واعر بزاف. وبهذا كنكونوا ختمنا لا ليست ديال لي جو اس ان كي اللي تلعبوا بزاف لي سال داركاد ماروكان واللي يعني اثروا فينا حنا كلعابه ديال المغرب. وما ننساش بان راني ما درتش بزاف ديال لي جو اس ان كي اللي خرجوا فحال اغريسور اوف دارك كومبات فحال شنقول لكم غارو مارك اوف دو وولفز فحال فهمتيني بوكو بوكو دو جو اللي داروا اس ان كي. قدرت نعزل غير هادو هادو علاش باسكو هما اللي نقولوا حنايا اثروا فينا كلعابه في البيارات ويعني في لي سال داركاد اللي دوزنا. تما كان اخوتي وكنضرب لكم ان شاء الله موعد في اون اوتر فيديو على فوتر شين كارت ميموار. وان اتوندون راكم عارفين الشير واللعيبات والتواشه بلا ما نوصيكم. باي باي عليكم اخوتي وعلى بروشين.